رئيس سيسي يثمن الشراكة القائمة مع شركة إني الإيطالية ومتنفذها الشركة من أنشطة متعددة في مصر. الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 18 سفيرا جديدا ويؤكد حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات مع دولهم. الكرملين يعلن تقديم صورة مفصلة حول آليات دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل ويعرضها على الرئيس بوتين. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة، مرحبا بكم. وبداية هذه النشرة ستكون مع زميلتي دانا مدحت. إليك دانا. أهلا بك دعاء، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ثمن الرئيس سيسي الشراكة القائمة مع شركة إني الإيطالية وما تنفذها الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية. هذا وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال لقائه وفدا من شركة إني الإيطالية برئاسة كلاوديو ديسكالزي، أعرب عن تطلعه لمواصلة الشركة نشاطها في مجال البحث والتنقيب والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، وموجها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها. من جانبه أكد رئيس شركة إني الإيطالية على ما تمثله مصر من أحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، لا سيما في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي. وأشار متحدث الرئاسة إلى أن رئيس شركة إني الإيطالية استعرض تطورات المشروعات المتعددة والتي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر بتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية والشركات المصرية المختلفة، خاصة ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي في مصر وكذلك لتصدير الغاز المسال بالاعتماد على محطات الإسالة في كل من إدكو ودمياط، واللتين تعملان بكامل كفاءتهما في إطار رؤية مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة. كما تم أيضا عرض إسهامات شركة إني في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك في ضوء استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ. تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 18 سفيرا جديدا، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالسفراء الجدد مؤكدا حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة وعلى استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. سلام سلام. تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحاً أوراق اعتماد 18 سفيراً جديداً، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسادة السفراء الجدد وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً سيادته حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. حرس الشرق، سلام الجمهورية الفرنسية، سلام سلام. حرس الشرق، كفن سلام. سعادة سفير الجمهورية الفرنسية، سعادة سفير جمهورية أرمينيا، سعادة سفير الجمهورية الإيطالية، سعادة سفيرة الاتحاد السويسري، سعادة سفير جمهورية أوزبكستان، سعادة سفير اليابان، سعادة سفير منغوليا، سعادة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سعادة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، سعادة سفير جمهورية مالطا، سعادة سفيرة جمهورية النيجر،
سعادة سفير جمهورية تنزانيا المتحدة. سعادة سفير جمهورية صربيا. سعادة سفير جمهورية مالي. سعادة سفير جمهورية سيراليون. سعادة سفيرة الجمهورية السلوفاكية. سعادة سفير جمهورية السنغال. سعادة سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية. والآن نتحول لمتابعة تطورات العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية. أعلنت لجنة دولية للصليب الأحمر أنها تستعد لتسهيل الإجلاء الآمن للمدنيين مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة اعتبارا من غد الجمعة بشرط موافقة جميع الأطراف على الشروط. هذا وقالت لجنة إن تسهيل عمليات الإجلاء هامة جدا، خاصة أن حياة عشرات الآلاف من الأشخاص في ماريوبول تعتمد عليها. يأتي ذلك فيما قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إن قافلة من الحافلات الأوكرانية انطلقت إلى مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية في محاولة للوصول إلى المدنيين المحاصرين هناك. قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلتها دمرت ليلاً 52 منشأة عسكرية أوكرانية وأربعة مواقع قيادة، فضلاً عن أنظمة دفاعية مضادة للصواريخ ومناطق تركيز للمعدات العسكرية الأوكرانية. أضاف الدفاع الروسي في بيان أنه تم تدمير قواعد وقود كبيرة في عدد من المدن بصواريخ كروز عالية الدقة، كما تم إسقاط 18 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 24 ساعة الماضية. أكدت وزارة الخارجية الروسية تلقيها إشارة بشأن إمكانية تنظيم لقاء جديد ما بين وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف ونظيره الأوكراني ديمتري كوليبا. هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسي على أن موسكو لم ترفض سابقا أي اتصالات، لكنها يجب أن تكون معدة مسبقا وذات مغزى. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه لا يصدق التعهدات التي أطلقتها روسيا بشأن تقليص عملياتها العسكرية في بلاده. أكد زيلينسكي أن القوات الروسية تعيد انتشارها لمهاجمة إقليم دونباس الواقع بشرق البلاد، ومشددا على التمسك بكل شبر من أرض أوكرانيا. أشار زيلينسكي إلى أن المحادثات مع روسيا مستمرة، لكن لا توجد نتائج ملموسة. نفى الكرملين وجود أي جدول زمني محدد حتى الآن للقاء قمة محتملة ما بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي. هذا وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن موقف موسكو إزاء إمكانية عقد هذه القمة لا يزال ثابتا، وموضحا أنه لا يمكن عقد مثل هذا اللقاء إلا بعد صياغة اتفاقية ستتيح وضع حد للأعمال القتالية ما بين الطرفين. شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن أي انتشار عسكري للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو في آسيا الوسطى أمر غير مقبول. قال لافروف في جلسة مؤتمر الدول المجاورة لأفغانستان إن هذه الخطط تتناقض مع المصالح الأمنية لبلدان المنطقة وتتعارض مع الالتزامات المترتبة على الوثائق القانونية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. قال الأمين العام لحلف ناتو يانس ستولتنبرغ إن الجيش الروسي يقوم بعمليات إعادة التموضع. هذا وشد ستولتنبرغ على ضرورة أن تقوم روسيا بسحب كل قواتها من الأراضي الأوكرانية، ومشيرا في مؤتمر صحفي إلى أن روسيا تبقي ضغطا على كييف والمدن الأوكرانية الأخرى.
أكدت رئيسة وزراء السويد أنها لا تستبعد أن تقدم بلادها طلباً للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأضافت أنه من الضروري إجراء تحليل معمق للإمكانيات المتاحة أمامهم في هذا الوضع والتهديدات والمخاطر المرتبطة به لاتخاذ القرار الأفضل بالنسبة للسويد. قررت سلوفاكيا طرد 35 دبلوماسياً روسياً استناداً إلى معلومات استخباراتية بشأنهم أفادت بقيامهم بأنشطة تجسس مكثف تحت غطاء دبلوماسي، وبالتزامن جرت عمليات طرد أخرى أيضاً في بلجيكا وهولندا والتشيك وأيرلندا في إجراء منسق ويندرج ضمن سلسلة طويلة من عمليات الطرد لدبلوماسيين روس من دول الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة في سياق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، صرح بأن الكرملين يعتبر فكرة إجراء استفتاء في أوسيتيا الجنوبية بشأن انضمامها لروسيا تعبيرا عن رأي شعبي. نقلت وكالة أنباء تاس عن بيسكوف قوله إن الكرملين يعتبر فكرة إجراء الاستفتاء في أوسيتيا الجنوبية تعبيرا عن رأي الشعب ويحترمه، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء في الاتحاد الروسي بشأن هذه المسألة. أعلنت وزارة الداخلية الألمانية تسجيل الشرطة الاتحادية قدوم نحو 5100 لاجئ من أوكرانيا في 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي لاجئي أوكرانيا منذ بدء هذه العملية العسكرية الروسية إلى 288,500 لاجئ. وكانت وكالة إغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد أفادت في وقت سابق بأن أكثر من 4 ملايين شخص غادروا أوكرانيا منذ بداية الأزمة. أعلنت الحكومة الألمانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد للمستشار أولاف شولز أن أوروبا لا يزال يمكنها تسديد ثمن الغاز الروسي باليورو وليس بالروبل كما طلبت موسكو مؤخرا. قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن بوتين أبلغ شولتز أن عمليات التسديد من جانب أوروبا الشهر المقبل ستظل باليورو وستحول كالمعتاد على بنك غاز بروم الذي لم تطله العقوبات على أن يتكفل تحويل المبالغ إلى الروبل. أضاف أيضا في بيان أن بوتين شدد في المكالمة الهاتفية مع شولتز والتي جرت بناء على طلب بوتين على أنه لن يتغير شيء بالنسبة لشركاء العقود الأوروبيين عندما يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في الأول من إبريل. قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه تم تقديم صورة مفصلة حول آليات دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل وعرضها على الرئيس فلاديمير بوتين وسيتم الإعلان عنها قريبا. هذا ولفت بيسكوف لأن دفع مقابل الغاز الروسي بالروبل ينظر إليه على أنه أحد الخيارات لجميع الدول الغربية وليس فقط لألمانيا. وأضاف بيسكوف أن إجراءات دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل قيد الإعداد الآن، منوها بأن روسيا بالتأكيد لن تقدم الغاز مجانا. وواجه رئيس روسي سابقا مجلس الوزراء والبنك المركزي وشركة غاز بروم لتحويل عملية مدفوعات الغاز بالروبل والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، والتي فرضت عقوبات على الاتحاد الروسي بحلول 31 مارس. وشدت في الوقت نفسه على أن روسيا ستستمر في إمداد الغاز بكميات وبأسعار محددة في العقود التي أبرمت في وقت سابق. مع بدء تفعيل قرار روسيا بتحويل مدفوعات الغاز إلى عملة الروبل بناء على قرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمواجهة تداعيات العقوبات الغربية،
أعلنت دول أوروبية رفضها طلب موسكو واعتبرته خرقاً لبنود التعاقد. الحكومة البريطانية أكدت أن وزراء الطاقة الأوروبيين اتفقوا على رفض القرار الروسي وعدم الدفع بالروبل، وذلك بعد تصريحات مماثلة من وزير الطاقة الألماني روبرت هابيك، الذي أكد أن دول مجموعة الدول السبع لن تحول مدفوعاتها إلى الروبل الروسي، مشيراً إلى أن برلين بدأت تفعيل خطة الطوارئ استعداداً لتدهور محتمل في إمدادات الغاز الروسية. وقالت دول أوروبية مثل بلغاريا والنمسا إنها ستنسق موقفها على مستوى الاتحاد الأوروبي بشكل لا يسمح بانتهاك العقود المبرمة التي تنص على أن المدفوعات تأتي إما باليورو أو بالدولار. بدوره قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن روسيا لم تخالف العقود المبرمة بتحويل المدفوعات إلى الروبل، بل تسعى إلى الدفاع عن مصالحها في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها بعد إطلاقها عملياتها العسكرية في أوكرانيا. ووصف ريابكوف العقوبات الغربية الأخيرة بأنها غير مسؤولة وهزت أسس التجارة الدولية والنظام المالي العالمي، معرباً عن أمل موسكو في أن يتخذ الاتحاد الأوروبي ودول أخرى قرارات صحيحة وعقلانية، مشيراً إلى أن الدول الغربية سيكون عليها تحويل اليورو والدولار إلى الروبل لشراء الغاز الروسي. الموقف الروسي أكده كذلك المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الذي قال إن هذا النظام الجديد لن يدخل حيز التنفيذ بالكامل على الفور مع قواعد جديدة للمستهلكين الأوروبيين، وأشار أيضاً إلى أن هذا الإجراء قد يتم تنفيذه على الصادرات الروسية من الحبوب والفحم والخشب. استأنفت شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة غاز بروم ضخ الغاز إلى ألمانيا عبر خط يامال أوروبا، بحسب بيانات الشركة المشغلة لشبكة خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي. وأشارت وكالة دومبرغ إلى أن الغاز الروسي وصل إلى محطة المعالجة مع النوف على خط يامال أمس لأول مرة منذ 15 من مارس الحالي. ارتفع تضخم في روسيا لأعلى مستوى منذ سبتمبر لعام 2015 خلال مارس الجاري. هذا وأوضحت وزارة الاقتصاد في روسيا بأن التضخم قد ارتفع بنحو 15.66% منذ مطلع مارس الجاري وحتى 25 من الشهر نفسه، مقابل مستوى 9.15% في فبراير. توقع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بأن ينكمش الاقتصاد الروسي ب 10% خلال العام الجاري، والأوكراني بنسبة 20%، في ظل أكبر صدمة من الإمدادات منذ 50 عام. كان البنك قد توقع قبيل الأزمة الروسية الأوكرانية بأن ينمو إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني ب 3.5% هذا العام، وبأن يحقق الاقتصاد الروسي تحسنا بنسبة 3%. قال وزير الدفاع الروماني فاسلي دانكو إن بلاده تقوم بتسهيل آلية للنقل من أوكرانيا إلى ميناء كونستانسا في البحر الأسود لمساعدة كييف على إيجاد طرق جديدة من أجل صادرات الحبوب الخاصة بها. هذا وأوضح بأن المحادثات لا تعقد ما بين الحكومتين فحسب، ولكنها تعقد أيضا ما بين الشركات، مضيفة أن ذلك قد يساعد أوكرانيا في الحصول على تمويل من أجل بقائها، بالإضافة إلى الفائدة التي ستعود على الميناء الروماني. والآن مشاهدينا الكرام نتحول إلى موسكو لمتابعة كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. العامة وبالتالي كذلك باستخدام القدرات الصناعية الكاملة لكل الشركات الروسية، ومع ذلك والمؤشرات الأساسية الاقتصادية والسياسية يجب أن تكون أو تنطلق من انخفاض الفقر وعدم المساواة وتأمين البضائع، وانطلاقا من هذه المطالب بدأنا في الأسبوع الماضي
الماضي بمناقشة بناء البيوت وفي المجال السكني، وفي هذا اليوم سوف نتحدث عن تطوير النقل الجوي وكذلك صناعة الطائرات التي لديها أهمية كبيرة في المواصلات وأهمية في لروسيا الكبيرة. أذكركم أن بناة الطائرات ومختصو الطيران شعروا بالعقوبات من الدول الغربية، حيث أن الشركات الأجنبية امتنعت عن تنفيذ التزاماتها مع شركات الطيران وشركات الخدمات من روسيا، أي في الواقع احتالوا على الشركات الروسية فأوقفوا توريد وتأجير الطائرات، كما أوقفوا أو أغلقوا المجال الجوي الأوروبي للطائرات الروسية. ودون ذكر العواقب على الشركات الأوروبية بما في ذلك إفساد سمعتهم، أريد أن أنوه إلى أن الشركات الروسية كانت تنفذ الاتفاقات بالكامل وكانت مستعدة للاستمرار في هذا، إلا أن الدول الغربية خطت خطوتها وعلينا أن نرد عليها. وننطلق من أنه لن يعود هناك تعاون مع شركاء الغربيين في الأوقات القريبة. لا نريد أن نغلق أنفسنا ونتحول إلى دولة مغلقة، لكن علينا أن ننطلق من الواقع المتشكل، وعلينا جميع الإمكانيات لتجاوز قطاع الطيران في روسيا للصعوبات الموجودة، بل تستطيع أن تحصل على زخم إضافي. أولا يجب ضمان العمل للمختصين وضمان النقل الجوي لمواطني روسيا. كما قلت هذه تدابير عاجلة، وفيما يخص الحلول طويلة الأمد يجب تنقيح استراتيجية تنمية قطاع الطيران باعتبار الشروط الجديدة. هناك إمكانيات جديدة لمطوري الطائرات الروسية ولمكاتب التصميم وغيرهم. خلال العقد المنصرم أو العقد التالي يجب أن تزداد نسبة الطائرات الروسية عند شركات الطيران الروسية، وهي فرصة لمنتجي الطائرات مع ضمان النجاعة الاقتصادية ومعوليتها. هذا هام أيضا للشركات الروسية، شركات الطيران الروسية بما في ذلك الخاصة، لتتطور كعمل مربح، وكذلك الركاب الذين يجب أن يستطيعوا شراء التذاكر بأسعار معقولة، والخدمات يجب أن تكون عالية وفق المعايير الحديثة. وأتحدث ليس فقط عن تطور المسارات الطويلة، بل كذلك الطيران الصغير للوصول إلى المناطق النائية. لذا يجب أن نناقش اليوم إمكانية تطوير صناعة الطيران بحيث تنتج جميع أنواع الطائرات المطلوبة وفق أعلى المعايير. فلنبدأ العمل، والكلمة للسيد سافيليف، تفضل. مشاهدينا الكرام، كان هذا جانبا من كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نقلناه مباشرة من موسكو. وكان الحديث عن تطوير النقل الجوي وصناعة الطائرات وضمان النقل الجوي لمواطني روسيا. ونستكمل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام هذه النشرة. اعتبر مدير الاستخبارات البريطانية جيرمي فليمينغ أن مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخشون إخباره بالحقيقة بشأن استراتيجيته الخاصة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفي خطاب ألقاه في الجامعة
الوطنية الأسترالية في كامبيرا. قال فليمينغ إن بوتين ارتكب خطأ كبيرا جدا في تقدير العملية العسكرية والتي بدأت في 24 من فبراير والتداعيات. يكرر المسؤول البريطاني بذلك ما أدلى به في اليوم السابق مسؤول كبير في البيت الأبيض لجهة بأن بوتين يتلقى معلومات مضللة حول مسار العملية العسكرية في أوكرانيا. دافع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي عن سياسة دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا على خلفية عملياتها العسكرية في جارتها أوكرانيا. هذا وقال دراغي في مؤتمر صحفي أن العقوبات تعمل، مضيفا بأن السلام يمكن أن يتحقق إذا دافعت أوكرانيا عن نفسها وإلا فلن يتحقق السلام. هذا وقال رئيس الوزراء الإيطالي إن مواقف كييف وموسكو اقتربت قليلا خلال المفاوضات، لكنه شدد على أنه لا يزال هناك الكثير من الشكوك. كان دراغي قد دعا خلال الاتصال الهاتفي مع بوتين إلى وقف إطلاق النار، واقترح بأن يلتقي بوتين بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لكنه أشار إلى أن الرئيس الروسي ليس مستعدا للتنازل أيضا في الوقت الحالي. قالت الحكومة الأسترالية إنه سيتم فرض رسوم إضافية بنسبة 35% على استيراد جميع السلع من روسيا وبيلاروسيا في إبريل المقبل. أوضح بيان الحكومة أن أستراليا ستصدر إشعارا رسميا لإزالة أهلية تعريفة الدولة الأولى بالرعاية وتطبيق رسوم إضافية على جميع الواردات من روسيا وبيلاروسيا، على أن يصبح هذا ساريا اعتبارا من 25 من إبريل 2022. كانت وزارة الخارجية الأسترالية قد أعلنت في وقت سابق عن فرض عقوبات على رئيس بيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وأفراد عائلته. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن الصين قررت فرض قيود على تأشيرات الدخول لمسؤولين أمريكيين، وذلك ردا على قيود أمريكية فرضت على تأشيرات بعض المسؤولين الصينيين. هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال هذا الشهر إن الولايات المتحدة قررت فرض قيود على تأشيرات دخول بعض المسؤولين الصينيين، وذلك بسبب ما وصفه بتورطهم في أعمال قمع ضد أقليات عرقية ودينية. ما زالت تداعيات الأزمة الأوكرانية تحظى بمتابعة قوية من الصحف العالمية. تحت عنوان الغالبية في المملكة المتحدة تعاني من ضغوط مالية، أكدت ديلي إكسبرس البريطانية أن 83% من الناس في بريطانيا يعانون من أزمة غلاء المعيشة، حيث أفادوا بأن ميزانية أسرهم تتعرض لضغوط من ارتفاع الأسعار بلا هوادة خلال هذا الشهر. أوضحت الجريدة أن فواتير الغذاء والوقود والملابس ارتفعت بشكل مضطرد، حيث بلغ التضخم الآن 6.2% ليصبح أعلى مستوى له منذ 30 عام. أضافت أنه اعتبارا من يوم الجمعة سيتم رفع سقف أسعار الطاقة، مما سيؤدي لارتفاع حاد في تكاليف الغاز والكهرباء. أشارت ديلي إكسبرس إلى أن أكثر من نصف الأشخاص الذين تم استجوابهم والبالغ عددهم 13,000 شخص أكدوا تقليلهم من شراء المواد غير الضرورية، فيما أعرب 34% عن استخدامهم لكمية أقل من الغاز أو الكهرباء في المنزل، في الوقت الذي أوضح 31% أنهم ينفقون أقل على الطعام والضروريات. أوضحت جريدة فاينانشال بوست الكندية أن التضخم الإيطالي ارتفع لأعلى مستوى له في 3 عقود في تقرير بعنوان ارتفاع معدل التضخم في إيطاليا إلى 7% بسبب أسعار الطاقة الناجمة عن العملية العسكرية الروسية الأوكرانية. هذا وعلقت جريدة بأن ارتفاع الأسعار والأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة يؤثران على الاقتصاد الإيطالي بشكل كبير، حيث قال وزير المالية الإيطالي الأسبوع الماضي إن النمو الإيطالي مهيأ لانخفاض كبير محتمل. هذا وقد أوضحت فاينانشال بوست أنه من الاعتماد الكبير على الغاز بجانب قلة حماية المستهلكين ستكون إيطاليا الأكثر تضررا في منطقة اليورو في حالة استمرار عدم تأمين امدادات الطاقة وارتفاع الأسعار لبقية العام. في تقرير بعنوان كيف أدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لتفاقم أزمة الغذاء العالمية،
أشارت مجلة فوربس الأمريكية إلى تركيز العديد من خبراء الإقتصاد على القفزة الحالية في أسعار النفط الخام العالمية، مشددة على أن هناك صدمة أسعار تتطلب اهتماماً عالمياً. أكدت فوربس أن الزيادات الأخيرة في أسعار الغذاء جراء الأزمة الروسية الأوكرانية أدت بالفعل إلى مشاكل أمن غذائي حول العالم، حيث أوضحت منظمة الأغذية والزراعة الفاو أنه في حال استمرار الأزمة وانخفاض صادرات الغذاء من قبل أوكرانيا وروسيا، فقد يزيد عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية على مستوى العالم بما يتراوح بين 8 ملايين و13 مليون شخص. هذا بالإضافة إلى أنه من المرجح أن تشهد البلدان المتقدمة تضخماً أعلى وارتفاعاً في معدلات البطالة وتراجعاً في النمو الاقتصادي. دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى عدم نسيان أفغانستان في الوقت الذي يتم التركيز فيه على الأزمة الأوكرانية. هذا وقالت المنظمة إن الوضع الحالي في أفغانستان لا مثيل له، حيث يحتاج أكثر من 24.4 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية للبقاء على قيد الحياة وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. هذا ونبهت المنظمة إلى أن مستويات الأمن الغذائي انخفضت بمعدل ينظر بالخطر، مما جعل نصف السكان يواجهون الجوع الحاد، بما في ذلك 9 ملايين في حالة انعدام أمن غذائي طارئة، وهو أعلى رقم في العالم، بالإضافة إلى أن سوء التغذية آخذ في الارتفاع. أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل إلى 486 مليون و873 ألف حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 6 ملايين و138 ألف حالة وفاة. أوضحت بيانات الجامعة أن عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم ارتفع إلى 10 مليارات و940 مليون جرعة. عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع أكد مدبولي بأن الفترة الماضية شهدت الاتفاق على عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى مع الأشقاء في السعودية وفي الإمارات وفي قطر، وهو ما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتوفير مزيد من فرص العمل وتوطين الصناعة والتكنولوجيا. هذا وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع موقف حزم التمويل المختلفة أو حزم التمويل المختلفة، وكذلك اتفاقيات التمويل الميسر مع شركاء التنمية. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد مراسم توقيع اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما شهد كذلك توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لعقد شراء الهيدروجين، وذلك بين كل من صندوق مصر السيادي وشركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة وعدد من الشركات. بمقتضى الاتفاقية الأولى ستتولى شركة سكاتك النرويجية إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجا وات، حيث سيتم توريدها لشركة مصرية مملوكة لشركة فيرتي جلوب العالمية الرائدة في مجال إنتاج الأمونيا.
شهد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على اتفاق إطاري ما بين صندوق مصر السيادي وبين صندوق الاستثمار النرويجي وشركة سكاتك النرويجية يتعاون في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية الخضراء في عدد من الدول الإفريقية. يأتي هذا التعاون في إطار الروابط والعلاقات ما بين مصر والنرويج وإدراكا لأهمية التنمية المستدامة في مكافحة تغير المناخ، خاصة أن مصر تستعد لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل. هذا ويتضمن نطاق التعاون تنفيذ وتطوير وتمويل وبناء وتشغيل مشروعات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشروعات البنية التحتية في جمهورية كونغو الديمقراطية وتنزانيا وغانا وجنوب السودان ورواندا وسيرليون وبوراندي وجيبوتي وأوغندا في المرحلة الأولى، وذلك بجانب التعاون لتعزيز تنويع إمدادات الطاقة من أجل تعزيز أمن الطاقة وتطوير أشكال جديدة ومستدامة ومتجددة للطاقة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تطلع مصر لزيادة الاستثمارات النرويجية بمصر ودعوة شركات جديدة للاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة. وخلال لقائه بوزيرة الخارجية النرويجي والوفد المرافق لها، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالوتيرة المتسارعة لزيادة حجم الاستثمارات النرويجية في مصر خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر والإنتاج السمكي، ومؤكدا أن التوجه النرويجي الاستثماري القوي في مصر يلقى ترحيبا وتعاونا من جانب الحكومة، والتزاما بتهيئة الظروف الكفيلة بنجاح وزيادة هذه الاستثمارات. من جانبها أشادت وزيرة الخارجية النرويجية بجهود الحكومة المصرية في دعم جهود السلام في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ودورها النشط في منطقة الشرق الأوسط، كما تقدمت بالشكر للحكومة على دعم الشركات النرويجية في مصر. استقبل وزير الخارجية سامح شكري وزيرة خارجية النرويج بمقر الوزارة، هذا وعقد الجانبان جلسة مباحثات بحضور وفدي البلدين، حيث تم تناول تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتحول الأخضر. واستضافت مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن النرويج تنتهج سياسة متزنة لتحقيق الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي، مشيدا بالعلاقات الثنائية مع النرويج والاستفادة من خبراتها وقدراتها في دعم مصر في مجالات الطاقة الجديدة المتجددة وتحلية المياه. العلاقات المصرية النرويجية علاقات قوية، دائما سعت مصر لتوثيق علاقتها مع النرويج تقديرا للدور الهام اللي تلعبه النرويج ليس فقط على الساحة الأوروبية، ولكن أيضا الاهتمام الذي توليه النرويج لقضايا منطقة الشرق الأوسط، الدور الذي لعبته في تقريب وجهات النظر بين القيادة الفلسطينية والإسرائيلية وما تم التوصل إليه من اتفاقات، وتستمر النرويج في تنتهج سياسة متزنة تسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام على المستوى الإقليمي والدولي، ولنا علاقة ثنائية وثيقة في السياسية والاقتصادية. الشركات النرويجية مهتمة بزيادة تواجدها واستثماراتها في مصر تقديرا لما حققته مصر في إطار الإصلاح الاقتصادي ووجود عوائد مجزية لهذه الشركات، ونستفيد من خبراتها ومن قدراتها ومن أدائها في دعم المجالات ذات الأهمية بالنسبة لمصر، خاصة في إطار الطاقة الجديدة المتجددة، تحلية المياه، وأيضا الطاقات الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر. كان هناك فرصة في مجلس الوزراء أن تشهد الوزيرة توقيع على عدد من العقود، ونتطلع أن تزيد مجالات التعاون الاقتصادي مع النرويج خلال الفترة القادمة.
أكدت وزيرة خارجية النرويج بأن المباحثات ناقشت استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 والأوضاع في أوكرانيا، إضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات مع الشركات النرويجية العاملة في الطاقة المتجددة. هذا وأشادت وزيرة الخارجية النرويجية بالجهود المصرية لدعم وقف إطلاق النار في فلسطين وحل الدولتين. اليوم تحدثت مع وزير الخارجية المصري وناقشنا عدة مواضيع، منها مؤتمر كوب 27 وأيضا أمور اقتصادية أخرى، وأيضا ناقشنا الموضوع الخاص بأوكرانيا والأمور الخاصة بحقوق الإنسان. اليوم وقعنا عدة اتفاقيات بين الحكومة المصرية والشركات النرويجية العاملة في مجال الطاقة المتجددة، مملكة النرويج على الرغم أنها في شمال أوروبا فإنها تولي اهتماما كبيرا بهذه المنطقة من العالم، وفي هذا السياق قمت بزيارة فلسطين وإسرائيل وتحدثنا عن حل الدولتين والموضوع الخاص باللاجئين، ونحن نقدر جهود الحكومة المصرية في الموضوع الخاص بفلسطين وإسرائيل وجهودها لدعم وقف إطلاق النار. ودعوني أثني على مصر في إطار استضافتها لمؤتمر البيئة كوب 27 الذي سينعقد في مصر هذا العام، ونحن نتطلع لنجاح هذا المؤتمر. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 117 قضية تموينية بمضبوطات قرابة 499 طن مواد غذائية وغير غذائية. في مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 163 طن سلع غذائية مختلفة، وفي مجال السلع على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 211 طن سلع مدعمة، كما تم ضبط أكثر من 33 طن سلع مختلفة و36500 لتر مواد بترولية و19250 قطعة مستلزمات طبية في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 28 طن أسمنت وقرابة 63 طن حديد تسليح. نفى المركز الإعلامي المجلس الوزراء اعتماد الحكومة المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر بهدف حصر مالكي الذهب تمهيدا لرفع الدعم التمويني عنهم. هذا وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أن منظومة دمغ الذهب بالليزر لا علاقة لها بمنظومة الدعم التمويني، وإنما تعد عملية تنظيمية تستهدف مواكبة التطور التكنولوجي لمنع عمليات الغش في السوق المحلية ولإحكام الرقابة على هذه الصناعة، مشددة على انتظام صرف المقررات التموينية لكافة مستحقي الدعم التمويني وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم دون أي اقتطاع أو انتقاص. أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا عن دور الحكومة في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. قالت وزيرة التخطيط هالة سعيد إن مصر استطاعت تحقيق التنمية المستدامة رغم جائحة كورونا، واستطاعت تحقيق تقدم كبير وتخفيف الأزمة على الاقتصاد القومي،
في حين كانت تعاني جميع الاقتصاديات الدولية من الجائحة، وكانت مصر ليست بمعزل عن هذا. أضافت أن مصر تمتلك رؤية واضحة لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وهي رؤية مصر 2030. استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه خلال التعاملات هذا، وسجل الجنيه أمام الدولار 18 جنيها و19 قرشا للشراء و18 جنيها و32 قرشا للبيع، فيما سجل الريال السعودي 4 جنيهات و85 قرشا للشراء و4 جنيهات و88 قرشا للبيع. وصلت العملة الروسية ارتفاعها أمام نظيرتها الأمريكية وأيضا الأوروبية، وجرى تداول الدولار أدنى 84 روبل، وذلك المرة الأولى منذ 24 من فبراير. تراجع سعر صرف الدولار إلى 83.35 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو إلى 92.61 روبل. وقبل ذلك من التداولات تراجعت العملة الأوروبية أدنى مستوى 88 روبل، وذلك المرة الأولى منذ 21 من فبراير الماضي. هبط اليورو من أعلى مستوى في شهر أمام دولار مع متابعة البيانات الاقتصادية ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية. هذا وتراجع اليورو أمام دولار بنحو 0.49%، فيما استقر الدولار أمام العملة اليابانية مسجلا 121.79 ين، بينما استقر الجنيه الاسترليني أمام العملة الأمريكية عند 1.31 دولار. تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بعدما أفاد تقرير بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس سحب المزيد من الاحتياط الاستراتيجي الخام للتعامل مع زيادة التضخم ونقص المعروض. انخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنحو 3.7% لتصل إلى 107 دولارات و27 سنت للبرميل، كما هبطت عقود خام نايمكس الأمريكي بأكثر من 4% مسجلة مستوى 103 دولارات و17 سنت للبرميل. تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات مع متابعة التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادية. هذا وانخفض مؤشر ستوكس يورو ب 600 بما يقارب 0.3%، كما هبط كاكا الفرنسي ب 0.9%، وتراجع فوتسي البريطاني بنصف بالمئة، فيما انخفض داكس الألماني بنحو 0.8%. قررت روسيا رفع الحظر المؤقت الذي سبق فرضه على بيع الأسهم المحلية عبر شورت سيلينج في بورصة موسكو للأوراق المالية اليوم. أعلن بنك روسيا المركزي عن تمديد عدد ساعات العمل في البورصة ليصبح من 9:50 دقيقة صباحا وحتى 6:50 دقيقة مساء كالمعتاد، بعد أن تم تقليص ساعات العمل إلى 4 ساعات.
أبقى تحالف أوبك بلس على استراتيجيته المتمثلة في الزيادة الطفيفة لإنتاج النفط. هذا وقال تحالف إنه سيزيد من الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يومياً في مايو مقارنة ب 400 ألف برميل يومياً خلال الأشهر السابقة. رياضيا، تقدم منتخب مصر مركزين في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ليصبح في المركز 32 عالميا. بذلك أصبحت مصر في المركز 4 إفريقيا خلف منتخبات السنغال والمغرب ونيجيريا. أما على المستوى العربي فيأتي منتخب مصر في المركز 2 خلف منتخب المغرب صاحب المركز 24. يتصدر منتخب السنغال قائمة المنتخبات الإفريقية رغم هبوطه إلى المركز 20 عالميا. وصعد منتخب البرازيل إلى قمة تصنيف فيفا، بينما هبطت بلجيكا إلى المركز 2. تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى رسمية ضد نظيرها السنغالي لدى مراقب المباراة ومسؤول الأمن والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم. هذا وتعرض المنتخب المصري للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين وتحديدا لمحمد صلاح قائد الفريق، كما قامت الجماهير بإرهاب اللاعبين من خلال إلقاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الإحماء، فضلا عن تعرض حافلات البعثة المصرية للاعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم إرفاقها مع الشكوى. أبرزت المواقع الرياضية العالمية ما تعرض له نجوم منتخب مصر من تجاوزات طوال المباراة الحاسمة مع السنغال في داكار. صحيفة يورو سبورت قالت إن نجم الدولي محمد صلاح استهدف بالعشرات من أجهزة الليزر قبل تسديد ركلة الترجيح الحاسمة. نشر الموقع تغريدات لبعض الصحفيين الرياضيين الأجانب وصفوا فيها ما تعرض له صلاح وباقي لاعبي منتخب مصر طوال المباراة، وصفوها بالتجاوزات غير المقبولة. أكدوا أن أي لاعب كان سيكون في موقف صلاح كان سيهدر ركلته بالتأكيد. في إطار اهتمام الدولة بتنمية الصعيد، يأتي إنشاء مشروع الممشى السياحي الأكبر على مستوى صعيد مصر بأسوان ضمن العديد من المشروعات المنفذة بالمحافظة على الطرف الشرقي للمدينة. اهتمام كبير بتنمية الصعيد. أسوان من المحافظات التي استحوذت على حزمة منها، وخاصة في قطاعات السياحة والسكان والنقل والطرق والمياه، ليأتي إنشاء مشروع الممشى السياحي الأكبر على مستوى صعيد مصر ضمن العديد من المشروعات المنفذة بالمحافظة على الطرف الشرقي لمدينة أسوان الجديدة بمحاذاة الشريط النهري المنقسم بكبري أسوان الملجم لاتجاهين البحري والقبلي. المشروع عبارة عن مجموعة حدائق بلاندسكيب بمناطق تجارية بمناطق ترفيهية على طول 4200 متر، كله بيتخلله مناطق تجارية، في مناطق تجارية كبيرة وفي مناطق أصغر لخدمة الرواد بتوع المكان. المنطقة طبعا معمولة بتوجيهات ان خلق متنفس لأهالي أسوان الأم كلها، خدمة عامة ومنفعة عامة لجميع أهالي أسوان. أخذنا تقريبا في المشروع ده حوالي سنتين شغل وتصميمات ما بين تصميمات وشغل. الممشى السياحي يعد وجهة سياحية متميزة بطبيعته الخلابة من الزهور والأشجار المطلة على نهر النيل المتزين من حين لآخر،
بالمراكب الشراعية والبواخر السياحية التي نالت إعجاب دومينيك جوا سفير سنغافورة. أزور أسوان لبحث فرص التعاون بينها وبين سنغافورة، وأنا هنا لزيارة مدينة أسوان الجديدة التي أجدها مثيرة للاهتمام، وأرى هذا التطور الجميل هنا. الكورنيش مذهل، وكذلك البيوت جميلة جدا، وأتطلع لرؤية ما يمكن لأسوان وسنغافورة فعله معا. لمسات جمالية أضيفت لطبيعة المكان مع مزجها ببعض أحواض الورود المختلفة الأشكال والألوان لإنشاء الممشى بالحفاظ على أشجار الدوم التي تواجدت منذ أكثر من 100 عام، مع مراعاة وجود المسرح المشيد على طريقة المسارح ذات الطراز الروماني، بالإضافة لإنشاء العديد من البازارات السياحية والمحلات التجارية والكافيهات ومناطق لألعاب الأطفال وأماكن لانتظار السيارات وبرجولات خشبية ومراسي نيلية. وختاما هذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يثمن الشراكة القائمة مع شركة إيني الإيطالية وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر. الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 18 سفيرا جديدا، ويؤكد حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات مع دولهم. الكريملين يعلن تقديم صورة مفصلة حول آليات دفع ثمن الغاز الروسي بروبل ويعرضها على رئيس بوتين. مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv والبث المباشر على اليوتيوب Extra News Live Stream، كما يمكنكم متابعتنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب. يمكنكم أيضا تحميل تطبيق Extra News من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهرة على الشاشة. أشكركم طيب المتابعة وإلى اللقاء.